الوصول إلى منطقة روث زين ببلدية حاسي العشب الجلفة أصبح صعب جدا بسبب هذا المسلك الريفي الذي تحول إلى جحيم حقيقي للسكان، فوضعيته أتعبت سكان المنطقة خصوصا مع تساقط الأمطار. الطريق المؤدمة بين حاسي العشب والقرية هذه الريفية أنها تعاني من الطريق، خاصة في الظروف المناخية الأمطار، ولأن ما نقدروش نروحوا نشوفوا، هذه من أهم النقاط. راك تشوف فيها طريق الواد منها هو راه هذا الواد اللي تشوفوا فيه، راه يكبوا له ثلاث ويدان في واد، هذا اللي تشوفوا فيه منه ثلاث ويدان في واد، رانا رابطينه قبل بكره راكم تشوفوا فيه، كون يقدر الماء يعقب لينا. وضعية صعبة جدا يعيشها سكان هذه المنطقة النائية في ظل غياب المشاريع التنموية التي من شأنها أن ترفع الغبن عن هؤلاء السكان. راكم تشوفوا هنا راكم جيتوا معاه، هذوك نقعد عندهم ميت هنا، الميت ما عندهمش من يخرجوا. الماء ما كانش، ما عندهم لا ما لا والهم، يروحوا يجيبوا قام من الريان ساعة نهار يعقبون كي عاد المطر ولا الطريق هذاك باش تكون طيح الماء، ما عادوش منين يعقب ليها. وراكم شفتوا الحالة نتاعهم كيف راه صاير لهم، واش راه صاير لهم يعانوا من. لم يشفع للسكان النداءات التي تقدموا بها للجهات المعنية، فوضعية هذه المنطقة على حالها منذ سنوات. ما يشعى لا ماء، لا خزنة، لا كما نقولوا غاز قريب. لا طب هنايا لا جا اللي يبري راه قلاش قا عليها العش كرا كراسه وشقاك ماك شو اللي الكراسي اللي تقول له يقول لك اخويا لابست والقرقه والحياه ما تجيكش كما راك تشوف الميرجا خطواتني هنايا راني نفعكم ونجيكم وكذا وكذا ودوك وحداك ولا هذاك الطريق. الشروق نيوز حاولت رفع انشغال هؤلاء السكان لرئيس البلديه لكن لم نتمكن من ذلك، وتبقى آمال سكان منطقة روز زينب أن يتخلصوا من هذه المعاناة الكبيرة.